بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح أتكلم عن برنامج الآيموفي. الآيموفي يسوي مقاطع فيديو. لما ندخل البرنامج يطلع لنا هذا الشكل. هذا البرنامج يسوي بروجكتات اللي هي مشاريع، وكل مشروع عبارة عن فيديو أو فيديو صور. شلون نسوي هالفيديوهات؟ أولا نضغط على علامة الزائد اللي يسار الصفحة تحت، يطلع لنا مشروع جديد. القسم اللي فوق عبارة عن فيلم، اللي هي جمع بين الصور والموسيقى والفيديو، والقسم اللي تحت مقطع ترويجي. المقطع الترويجي اللي هو عبارة عن دعاية وغيرها من هالنظام. الفيلم اللي راح نسويه احنا، فيديو اللي فوق، راح يطلع لنا تقريبا عدة ثيمات، 8 ثيمات تقريبا، تختاري اللي يناسبك منها. انا راح اختار الثيم البسيط واتفنن فيه بمزاجي. نضغط على أداة إنشاء فوق يسار الصفحة، يطلع لنا هذا الشكل. شلون بضيف فيديو؟ الأداة اللي بالنص تقريبا على اليسار اللي هي على فيلم، يطلع لي هني الكل. أضغط أضيف الفيديو اللي أبيه، مثلا هذا الفيديو. لما أضغط عليه يطلع لي سهم لي تحت، هذا عبارة عن إضافة، يعني أضيف الفيديو اللي أنا أبيه. الأداة اللي بالنص هاي تشغيل، أشغل الفيديو اللي أنا أبيه. وهني صور، وأقدر أضيف صور وأقدر أضيف صوتي. أنا راح أضيف هذا الفيديو. ضفنا الفيديو. في تحت 3 أدوات: الكاميرا اللي هي عبارة عن أيقونة كاميرا، هذه حق زر التصوير، والتقريب اللي بالنص هذا الصوتي حق تسجيل الصوت، وآخر أيقونة حق زر التعديل. علشان أضيف فيديو ثاني مع هذا الفيديو، مثلا بدمج فيديوين مع بعض، أضيف أضغط على نفس الأداة، أضيف الفيديو اللي أنا أبيه، مثلا هذا إضافة، يندمجوا لي الفيديوين مع بعض. هذا الفيديو الأول، هذا الفيديو الثاني. لما أضغط على الفيديو نفسه يطلع لي تحت شريط. أول أداة على اليمين اللي هي أداة المقص، أتحكم بطولة، أضغط عليها أتحكم بطولة. الأداة الثانية أتحكم، هذه الأداة أتحكم بطول ووقت سرعة الفيديو مثلا كذي. والأداة اللي جنبها أتحكم بالصوت اللي فيه. تقريبا أغلب الفيديوهات اللي نحطها تكون أصوات اللي فيها مزعجة، فإذا بنكتم الصوت كذي. وأداة تي أضيف نص، وآخر أداة على اليسار هذه حق التأثيرات، حط هذا التأثير مثلا. نروح على أداة الوقت، اوكي، روح على أداة شلون، نشوف شلون فيديو شلون سريع. هذا اذا بسرعة، هم اقدر ابطئه. انا راح اكتم الصوت كذي بدون صوت. مثلا إذا كنت بحط هذا قبل هذا، أضغط عليه وأسحبه لقدام يصير قبله. شفت شلون؟ إذا بقصة أضغط على الخط اللي بالنص. أبدأ أقص.
هذه طريقة iMovie. إذا مثلا أبي صوت من فيديو أضغط على نفس الأداة. مثلا بغيت هذا الصوت، هذا صوت الفيديو هذا بغيته على مثلا أشيل هذا الصوت وأحطه على الفيديوهات الثانية، أضيف الفيديو نفسه أول شيء، أضغط عليه، أكتب فصل، فصل الخلفية، الخلفية ضفت الخلفية، صارت الخلفية على فصل خلفية على كل الفيديو. في المقدمة بعد همان أروح لما نحطها خلفية، صار عندنا هذا الشريط الأزرق على كل الفيديو، أضغط على الفيديو اللي أبي أشيله وأحط أداة حذف، يحذف الفيديو، يكون الصوت الفيديو اللي حذفته على كل الفيديو. شلون بحفظ الفيديو اللي أنا سويته؟ أضغط على أداة رجوع اللي فوق على اليسار، لما أضغط عليها يطلع لي الفيديو، أضغط الأداة اللي بالنص إذا كنت بحذف الفيديو، أضغط على أداة اليسار، وإذا بشغله أضغط على اليمين، وإذا بحفظ الفيديو أضغط على الأداة اللي بالنص حفظ الفيديو، راح يحفظ لي بالاستديو أحسن شيء دقة عالية 720 أو 1800، راح أحفظه على 720، راح يحفظ لي الفيديو. بكذي نكون حفظنا الفيديو وانحفظ بالاستديو. شكراً.